دي مرحلة الناشئين وهو واقف عند النقطة بتاعة الصعود بقى للفريق الأول، دي نقطة فاصلة في مشوارك. يعني مين أول حد قرر أو صدق إنه هشام يستحق إنه يلعب فوق؟ ألان هاريس الإنجليزي والله يرحمه. يعني اتفرج عليك في ناشئين وقرر إن أنت يستعين هو بيه. أنا أول طلوع ليا كان وأنا عندي 17 سنة، أه كان كابتن مصطفى يونس، كان هو عشان دربني في الناشئين أوكي فرشحني في فترة ال كان 90، كان يعني كان عندي 17 سنة، كان هو مع فايتسا، فاكر فايتسا لما جه طبعا النادي الأهلي طبعا اتصعدنا لعبنا كده تمرينتين كده ورجعنا تاني، يعني ماشي. لان هو كان شايف ان في، هو الراجل كان حابب الناشئين وحابب الشباب يلعبوا بالفريق الاول وعايز يصنع نجوم. ماشي. ففي الفتره دي كان لعيبه في المنتخب مع كابتن جوهر الله يرحمه، فهو حب يشوف اللعيبه يعني. فدي احنا كده اول بنتكلم بقى مره على ايه؟ اول 17 سنه، 16 سنه وشويه يعني، يعني مثلا مش بنتكلم فاكر في كانت اخر الثمانينات او 89 89 حاجه 90 كده، مثلا كان حاجه كده. لعيبه في الفتره ديت تقريبا اوكي 88، اعتقد 89 انا فاكر اعتقد. في الحته ديت ماشي يعني. اوكي وبعد كده تمرينتين شافنا وبص علينا وقال لك لا في لعيبه مميزه، كانت تقارير فرقه كويسه ماشي. على كل فرقه. كان فرقه اللي اكبر مني وليد صلاح الدين وهادي خشبه واحمد عبد الفتاح، اوكي وانا الفرقه بتاعتي كان انا وتامر بجات واحمد سامي واشرف ممدوح ماشي هاني العقبي، و طلعنا رسمي واحنا رجعنا منتخب 19 سنه مع كابتن هاني اوكي مصطفى رحمه الله عليه. ماشي. رجعنا احمد سامي لعب باك ليفت وتامر بجاتو هم اللي ماشي. خدوا الفرصه. انا كان زحمه قوي في نص الملعب زحمه جدا. جدا. كان في مين بقى فكرني كده في ده يعني كتير، كابتن عبد الجليل، هادي هادي، عمرو انور، عادل عبد الرحمن، وليد صلاح الدين، ماشي. تامر حفني كان في عز تألقه، جمال مساعد، ياسر ريان كان لسه جاي، يعني كان في ناس كان في كتير زحمه قوي كتير في زحمه. فانا ما ماشي خدتش الفرصه ماشي. يعني، لكن ده احمد احمد سامي سامي اخدها كان خد تمام الفرصه وتامر بجيت، هما لعبوا اوكي ماتشين في الدوري ماشي فلعبوا قبلي يعني. اوكي انا خدت الفرصه السنه اللي بعديها على طول حلو مع آلان هاريس ماشي. يعني. كان هو انت عارف حظنا الحلو ان احنا كلنا كنا بنتمرن في فرع الجزيره، كانت في فروع للنادي الاهلي، فكنا تمريننا بيخلص بنتفرج على فالفيرست تمرين فريق تيم اول او او هما تمرين فريق بيتفرجوا اول عليك بعدين صح فهيتفرجوا عليك. فاهم. فهو في مره شافني في ماتش ماشي مع الزمالك فقال لهم لا انا عايز رقم 8 ده يطلع يلعب معايا. حلو. طلع خمس لعيبه نفس الاسامي اللي قلت لي نفس عليها ولا الاسامي ناس تانية؟ كلها، ماشي. بس انا الحمد لله خدت الفرصه حلو. يعني اتمرنت فتره كبيره شهر كده بتمرن مع الفرقه، وكل ما يجي يحطني في المشاركه يحصل دروب للفرقه. وساعتها لو تفتكر كان فريق الاحلام من الزمالك، في نص فالدنيا كانت التسعينات صعبه جدا بالظبط كده يعني. انت الاسماعيلي كان في احسن حالاته، جدا المصري كل كان صعب الفرقه كانت جدا تقيله بقى هناك، الفتره دي. كل الفرقه كانت قويه جدا، منصوره في والزمالك كان المنصوره صعب والبلديه في جدا، منصوره كان المحله موجود، كله البلديه كان تقيل موجود كله في وقت تقيل الحقوق، صح. فصعب قوي هو عايز يحطني في توقيت ومش عارف. فجينا كنت انا رايح المحله خلاص هلعب ماتش المحله هناك وهبدا هناك، ف قال لي لا الماتش ده صعب، احنا مغلوبين الماتش اللي فات فالماتش ده صعب، هاجي العبك هنا في القاهره، عايز ابدا ماشي. في القاهره يبقى في وجماهير، دعم برضه في دعم جماهيري. قلت له خلاص اوكي. حظه راح هناك هادي خشبه جاله برد ماشي فما لعبش، وهو ماشي. قال لهم انا عايز واحد زياده يطلع معايا، اوكي فكان واخدني انا الزياده عشان فعلا لو اي حد تعب يبقى عندك البديل مش موجود. عايز كلام صح عشان كده كده هتلاقي اي قايمه دلوقتي بقى الراجل بياخد القايمه كلها صح. يا 20، كان الاول 20 لاعب ياخد 18 اساسيين واثنين احتياطي لاي ظروف، لاي ظرف فبدات صح. من هنا ماشي. انا كنت 19 فهادي لما عيد، هادي كان رقم واحد في نص الملعب مش عايز في الاهلي في الفتره دي، دي كلام حقيقه. طبعا فحظه ان هادي عيد ماشي فراح مدخلك. فدخل لا ما دخلش، ما سافرتش، ما سافرتش فاتخانق اصلا. معاهم اوكي قال لهم انا كنت عايز لعيب زياده عشان كده ماشي. الظروف اللي زي دي. فاتغلبنا 2-0 في المحل. اوكي. فرجعنا على ماتش الاسماعيلي في اسماعيليه. اصعب. انت متخيل بقى طبعا تلعب اسماعيلي في اسماعيليه، حمزه الجمل و كل اللي الماتش عملته. ده لو تفتكر في ماتش الجون ده حمزه الجمل جاب جون بشماله في كابتن شوبير، كابتن شوبير اللي هو اتلغى اوف سايد، وعمل هي كانت اوف سايد فعلا، هي كانت اوف سايد اللي تدخل فيها كان حد يا اما شريف صمد او في حد يعني، غالبا لكن هي الفاول كان رايح في مقتل، هو لكن كانت حد تدخل رجليه فيها كانت سم فاتحسبت كابتن يعني. حمزه ساعتها بقى ما كانش فيه فار، انت عارف ما كانش فيه الفار لسه من الدنيا سنه اتقلبت. يعني ولا سنتين يعني.